لازلت للمرة الخمسين بأبدي إعجابي بفكرة إمام عاشور رقم 8 وأوباما رقم 10 في الأربعة 2-3-1 العالمية اللي بيأدي بيها نادي الزمالك مع باتريس كالترون، واللي بتخلي شكله جوه الملعب بسم الله ما شاء الله خطوط مترابطة وكرة جميلة وسلاسة وكرة على الأرض ومفيش تطفيش والكلام الفاضي ده. لا، الزمالك مدرسة الفن والهندسة يا باشا، كرة من رجل لرجل وجمال وأفكار تكتيكية عالمية من باتريس كالترون. هو يعني تحس في ناقص شوية ملح شوية في الطبخة، اللي هو الحق حلو بس لما بيكون سلبي بيكون رخم. يعني انت فاهم القصه؟ يعني الفرقه بقى لها وقت طويل بتعاني، تمام، ما عندناش فيها اي مشكله خالص، مفيش افكار، مفيش، عادي جدا يا معلم، الافكار بتاكل عيش هنا في مصر. لا لا لا، انت اهم حاجه تصريحاتك تكون لذيذه وكلامك يكون حلو عشان خاطر الجمهور يحبك، انما بتقدم بقى جوه الملعب مش مهم الكلام ده، المهم ايه؟ اديك يناديك يا باشا، وطالما اديك يناديك معناها انك تهبد في الملعب زي ما انت عايز. يعني الماتش اللي فات سبحان الله لما قرر يبدا بعبد الله جمعه باك يمين ظبطت والفرقه كسبت. النهارده لما بدا بحمزه المسلوسي الفرقه كانت بتعاني معاناه غير طبيعيه، غير ان حمزه المسلوسي بسم الله ما شاء الله اللي هو تحس ان في شارع مفتوح وراه، اللي هو اي كوره كده في ناس بتجري بالزوف يا باشا ورا حمزه المسلوسي، اللي هو ايه يا حمزه حبيبي في ايه يا بابا؟ يعني تلاقي بتعضيه من وراك ربنا كرم عواد وطلعها، الثانيه عواد قال لك بس طلعت واحده، الثانيه اقعد اتفرج عليها بقى. بس الشارع لسه زي ما هو، ما لقيناش حد يسد ام الشارع اللي موجود ورا حمزه المسلوس، اللي هو يا جماعه حتى الباك اللي كان مميز ان هو بيعرف يدافع مع باتريس كالترون الحمد لله ما بقاش بيعرف يدافع، اللي هو يا على الابداع والافكار التكتيكيه يا معلم. طب الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني كابتن خالد جلال قال لك انا خدت ايه من الماتش؟ خدت الهدف تمام، ارجع واسيب الكره للزمالك مفيش اي مشكله. لا، في مشكله ان عندنا التحكيم المصري شويه قوه الشخصيه بتفرق جدا معاه، واحنا عندنا كلنا عارفين ان الكابتن محمود عاشور شخصيته قويه جدا، وفي جمهور في الملعب وفي نادي الزمالك معناها ان في فاولات كتير تحسب عليك، معناها ان في ضربات جزاء ممكن تتصفر بسهوله، ما بالك بقى الكره جايه في ايد المدافع بتاعك، فلازم تتحسب يا باشا. غير ان برونو فرنانديز غلاب احمد سيد زيزو ما بقاش يضيع، ودي حاجه تحسب لزيزو انه بقى مركز في ضربات الجزاء بيسجل يا باشا، راجل عرف اللي فيها، جبنا جون الحمد لله. اوباما راح ضغط على الزنفولي خوفه، اوباما اعدل بقى وشوف ما حدش دخل عليك. لا، بس المستر فتحي ذيس از اوباما اللي احنا عارفينه، اوباما لو شاط لوحده ممكن يحصل له لايك او يحصل له تهنيجه او يحصل له اي حاجه. طب يا جماعه المزروق هيقرر ان هو يغير بقى، يعني ما بالك انت بقى كالترون قرر يغير ونجم مكان سيف الدين الجزيري، تغييره لم يفهمها احد اطلاقا لان ما حدش عارف وقتها مين هيكون مهاجم الزمالك. يعني تخيل انت تبقى داخل خسران الشوط الثاني وتيجي مقرر ان انت يلا يا جماعه هنغير الفرود اللي حلتنا وننزل مكانه نجم. مش دي المشكله، المشكله بقى ان الزمالك قرر يلعب عرضيات، ادينا عرضيات. طب لمين يا معلم؟ يا اسطى لمين يا اسطى؟ طب ما انت طلعت الفرود الوحيد اللي كان شغال. قال لك اهو عمر السعيد مش هنا. لا يا اسطى عمر مصاب. ايه ده بجد ولا عمر مصاب؟ ما بلعب عرضيات لمين؟ ما ترد يا اسطى، ما انت اللي بتلعب عرضيات على الفاضي اهو، يعني غيرت الباك الشمال وغيرت الباك اليمين. لا باك الشمال، لا هو غير الباك اليمين، غير حمزه المسلوسي وغير امام عاشور، نزل مكانه ايمن حفني ونزل حازم امام في الدقيقه 84 على امل ان حازم امام هيعرف يعمل اي حاجه، وعبد الله جمعه مكان اوباما. طب عبد الله جمعه بيلعب ايه؟ والله يا اسطى علمي علمك، هو محدش عارف الزمالك بيلعب ايه ولا حد عارف الزمالك بينيل ايه الا باتريس كالترون. وفي الاخر كل الهبد والهري الكتير قوي اللي كان بيحصل جوه الملعب ده ادى ان الزمالك طلع متعادل 1-1، وادى ان مرتضى منصور زمانه بيزغرط في عبه ان اليوم الوحيد اللي يمسك فيه الزمالك هيبقى قادر فيه على طحب باتريس كالترون. ويقول لك ايه يا اسطى، هو الزمالك ليه بيتعادل؟ يمكن عشان كتر الاستقرار اللي موجود فيه. والله الواحد تعب، والله الواحد تعب، والله الواحد تعب من مشاهده هذا الدوري المصري الحزين. بس معلش يعني لو انت من الناس اللي لسه عندهم امل وعندهم طاقه ايجابيه بتحس على ان 3 شهور الدوري المصري مره اخرى، فاعمل له لايك او سبسكرايب. ان ما عجبكش الفيديو فاعتبر انك اتفرجت على 90 دقيقه من حنكشه ليوسف اوباما، لا حنكشه وباتريس كالترون ومصطفى تحف شمال. ما فجت على اخوك يا اسطى، جت عليا.